الجمهور العراقي كان حاضرا في كل المباريات التي خاضها المنتخب الوطني لكرة القدم، واحتفلت الجماهير العراقية على المدرجات وفي شوارع المنامة بعد كل فوز كان يحققه المنتخب في خليجي 21. أول المتحدثين كان زميلنا الإعلامي العراقي المقيم في البحرين الدكتور إسماعيل نوري مسير. نتابع. حكيم فعلا، حكيم شاكر هو حكيم، مدرب الحكيم الرائع. الانتصارات حققتها بعقلية راجعة، عقلية متمكنة. حكيم يستحق كل التقدير والإعجاب. اللقب عراقي بدون أي انفعال. لقب عراقي عراقي عراقي. ومبروك لهذا الفريق الشاب. بس راح تفوزون الفريق العراقي اليوم. بعدين 5-0. ومن ياخذ الكاس؟ العراق. تشجع العراق؟ ايه العراق. ليش تشجع العراق؟ لاني بلدي وطني العراق. الحمد لله. من قلبي ودمي، من لحمي ودمي. العراق اليوم راح يفوز 5-0، راح ياخذ الكاس. والله المنتخب العراقي منتخب زين الحمد لله، وده يلعب زين وده يبدع، وان شاء الله نفوز وناخذ الكاس هال. مبروك للمنتخب العراقي، هذا رفعت الراس، فرحنا وفرح اهلنا ببغداد وبالعراق كله. الف مبروك.